اهلا بكم متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان من محافظه منيا، بنحييكم في لايف جديد. تحياتي لحضراتكم، لكن احنا في لايف جديد زي ما بيقولوا يعني الشباب المصري لما بيحب يبدع بيبدع. معانا ابراهيم، يعني واحد من شباب المنياوي اللي استطاع ان هو يستعمل فكره ويطوع نبات الغاب، وده يعتبر اول واحد في المنيا تقريبا او اول واحد في مصر بيستطيع ان هو يطوع نبات الغاب ويشكل منه تحف فنيه كبيره. يعني ويعني لو لقى الفرصه ووجد الفرصه هيلاقي يعني هيبدع في التحف الفنيه اللي عاملها. هو عامل جيتار وعامل فانوس وعامل كشكول وبيت، يعني عامل حاجات كتيره من نبات الغاب، استطاع بفكره ان هو يطوع نبات الغاب. هنعرف منه طبعا القصه والحكايه والتفاصيل، لكن منه هو اتعرف بيك. ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم، محافظه المنيا، مركز ملاوي، قريه تندا. قول لي يا ابراهيم، ايه القصه؟ القصه ان نبات الغاب ده كنت انا بشتغل اشغال يدويه بخامات تانيه، ونبات الغاب كنت مره ما عنديش المواد دي، حبيت ان انا اشتغل بيه اجربه في بيت زي ده. تمام، لقيته اداني الشكل حلو اللي انا عايزه، لما قسته التسعيره في السوق والبيع والشراء لقيته مكسبه حلو احسن من ان انا بصرف، وبيديني حاجه وما بصرفش اي حاجه غير الماده اللي انا بلزق بيها بس، كله من الطبيعه. تمام، والصلابه والمتانه بتبقى احسن من الخامات اللي انا بدفع فيها فلوس وبشتريها. فحبيت ان انا اشتغل بالموضوع، لما جربت ان انا ابيع واشتري فيه لقيته جاب اسعار عاليه، اسعار حلوه واسعار كويسه معايا وبرده مناسبه للزبون. تمام، فلقيت الموضوع مره ورا مره، لقيت في جامعات بتعمل ابحاث عنه وبتدور على نبات الغاب ده وبتشوفه بيجي منين، ولقيت ناس مهتمه، ابتديت امشي ورا الناس المهتمه دي، لقيت اللي هو بيدخله في علاجة السمك، ولقيت اللي هو بيدخله يعني مش بنستفيد منه، والمواضيع اللي كانت بتدخل فيه مش ناجحه قوي. تمام، فحبيت ان انا اشتغل بيه واطلع منه اي منتجات، قدرت ان انا اطلع المنتجات دي ومنتجات تانيه، وكنت ببيع المنتجات دي باسعار كويسه. حبيت ان انا اطور في الفكره، شفت الحاجات اللي كانت ناقصاني، واللي هو ابتديت مثلا عايز اعمل نموذج لمكنه، وعملت ان شاء الله الحمد لله وتوصلت لفكره المكنه. تمام، اللي هو نقدر اطلع منتجات بتقنيه اعلى وادق من دي، لان ده شغل يدوي انا عامله بايدي، والجزء اللي ارفع ايدك لفوق كده شويه، والجزء اللي انا عامله بايدي اللي هو في البيت المكنه دي. تمام، برضو متعبه يعني، لسه انا عايز اللي هو الامكانيات العاليه، اللي هو عايز حد يتكفل بالفكره بتاعتي ويدعمها، وانا هدي له منتجات اقوى من كده واحسن من كده بره ب 35 جنيه، انا اعملها لك ممكن توصل للمستهلك ب 25 جنيه، وانت اللي هو هتصد اللي هتبيع الحاجه دي هتبيعها هتكسب فيها كويس، وانا عارف يعني ايه اللي هيميزك انت عن السوق، يعني ايه الميزه اللي في الكشكول بتاعتك عن اللي موجوده في السوق؟ الميزه اللي في الكشكول ان الكرتونه الجلد بتاع الكشكول الاجنده نفسها، يعني انا بتكلم على الاجنده اللي هي ال 35 السكاي. تمام، الاجنده دي سعرها بيبقى 35، علشان الخامه اللي هي في الاجنده نفسها الكشكول الجلد ومش بتستحمل، يعني ده حاجه متينه ومرنه، وبيتميز بالخشب والصلابه. يعني بصوا حضرتك، انت بتجيب الغاب ده منين؟ الغاب ده متوفر بكثافه في مصر، موجود على السواحل وموجود في الدرع وفي المصافي وفي المجاري وفي المستنقعات، موجود في كل حته حتى على ضفاف النيل، وبيعمل عائق كبير جدا في المياه، اللي هو برضه بيكلف الدوله مصاريف كتيره، ان هي كل سنه بتصرف 300 مليون جنيه عشان تنزع النبات ده، توفر المياه، توفر سهوله المياه، وبيعمل عائق للفلاح، ان هو الفلاح اول ما بيكبر النبات ده بياخد نسبة مية كبيرة، لأنه مجوف من جوه وبيحتفظ بالمية دي جوه. تمام؟ دي ده ياخد له تقريبا معايا ساعة ونص، عشان هو أسهل، واللي هو برضه ما فيهوش تفاصيل أكتر زي حاجات تانية، كل شغل بيفرق عندي في الوقت. يعني الجيتار ده ما فيهوش تفاصيل كتيرة، تمام؟ اللي هو جيتار عادي، أنا عامله زي الجيتار العادي، تمام؟ ما بياخدش معايا أي وقت بالنسبة لحاجات تانية. تمام، انت بتسوق الحاجات دي ازاي بقى؟ الحاجات دي في جروبات للحرف اليدويه، اللي هو الاشغال اليدويه اللي خاصه بالشغل ده، للانتيكات، للهواه. تمام، فانا بدخل مع الناس دي اللي هو بقيم الشغل بتاعي معاهم، بيقول لي الشغل مثلا يستاهل قد كده، يستاهل قد كده، انا لما بحسبها بالنسبه اللي انا صرفتها على الشغل ده، حاجه بتاكد لي جدا ان الموضوع ناجح والمشروع حلو جدا، وان احنا الحاجه لما جربتها على مواقع السوشيال بين اراء الناس
جابت معايا تفاعل حلو مع الناس و... طب البيت اللي انت عامله ده وعامله طبعا كراسي وحاجات يعني يعني اخد منك وقت قد ايه؟ ممكن كده يعني نتكلم عنه كده شويه يعني اخد منك والفكره جات لك ازاي؟ تمام. البيت ده كان كنت عامل حاجات زيه بس دي بعتها، كان قابليه اول شغل في الغابه. ده اللي من فوق ده ايه؟ ليف نخيل. ده ليف نخل تمام. وده من النخل برضو اللي وزعها في النخل، وده اللي هو الغاب تمام، وده شجر عنب اللي هو انا عامل بيه الشبابيك. والتفاصيل اهم في الشغل ده، يعني انا الشبابيك دي عاملها من جوه ازاز وشبك حديد تمام، والبيت مزود باضاءه تمام، والبيت كله شغل طبيعي يعني الرمل ده معمول طبيعي اللي هو بيديني البيت كله طبيعي، انا مش مدخل فيه اي مواد صناعيه مش متكلف مني اي حاجه تمام، غير المواد اللي انا بلزق بيها اللي هو بركب بيها دي على دي بس. انت احلامك ايه في الحرف اليدويه دي يا ابراهيم؟ بص حضرتك، انا لو حبيت ان انا اكمل المشروع ده انا عندي اللي هو مثلا ده نبات العنب ادخله معايا في الصناعه، شجر العنب اللي احنا بنعمل منه الفحم، الماده اللي انا شغال بيها دي او الخامه اللي انا شغال بيها دي ملهاش اي صله بالفحم، ان هي بتتحرق في النار واحنا ما بنستفيدش منها، وبتتوجد في الشجر وبياخدوها بيعدموها تمام. انا عايز اشغل دي وهتطلع معايا منتج زي اللي شايفه حضرتك كده، المنتج ده يصرف تقريبا 20 جنيه، يصرف 20 جنيه. انا لو معايا يد عاملها كفايه ومعايا ناس اللي هو اكون مدربهم بطريقتي هخليهم يطلعوا من المنتج ده 100 في اليوم، فاهمني؟ زي مثلا دي نظام فانوس معلق بتاع اضاءه بيتركب فيه لمبه وبيشتغل تمام، شكل حلو وشكل انتيكة وحاجة بتستحمل، سعرها ممكن يطلع معايا ابيع 40 جنيه، وحاجة متينة حضرتك تستحمل تطلع مني 40 جنيه. يعني الغاب قوي جدا، اتمتع ان هو خشب حاجة يعني بص قريب من الخشب الابلكاش حضرتك، لو احنا قسمنا الابلكاش مثلا بسمك الغابة اللي معايا لو كسرت دي ودي هتلاقي دي نفس المرونة بتاعت دي، اللي هو انا خلاني اللي هو انا بطور في الموضوع، عايز اعمل منه مركب صيد وهتكون اخف واسرع من المركب الخشب وهتكون مميزه عن المركب الخشب ومش هتكلفني زي المركب الخشب، وهيكون الطواف بتاعها احسن وامان، وخصوصا النبات ده مجوف من جوه وعشان يتمتع بالصلابه ان هو مش هيفلق ولا يشرب ميه ولا اي حاجه، هيبقى فاضي مع ايه الشغل اللي انا عايز اعمله له هطلع المركبه دي. احنا بنشكرك يا استاذ ابراهيم، واحنا بندعم كل الشباب في الحرف اليدويه. كنا معاكم محافظ المنيا، وكان معاكم حسن عبد الغفار مراسل اليوم السابع محافظه المنيا.